في إطار هذا الوباء الفتاك اللي هو كوفيد 19، واليوم كما كل شيء كيلاحظ باللي راه هذا الوباء هذا بدا كينتشر بصفه غير مسبوقه، وكما شفتوا البارح البلاغ ديال السيد وزير الصحه اكد بانه راه ما بقى لنا والو بيننا وبين المرحله الثانيه. اذا من هذا المنبر هذا كنبغي نتجه للساكنه الله يرحم الوالدين باش يلتزموا البيوت ديالهم، والا في الاغراض القصوى كالتبضع والتطبيب. من غير هذا الشيء هذا الواحد يلتزم دارو 14 يوم 15 يوم راه ماشي بزاف، ومن بعد 14 يوم ان شاء الله وغادي يخرجوا الناس للحياه العاديه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولكن راه كل شيء في يد ديال المواطنين والمواطنات. اذا من هذا المنبر الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير المواطنين والمواطنات. حنا كمسؤولين راه كنقوموا بالواجب ديالنا. كنشكروا السلطه المحليه اللي قامت وكتقوم اكثر من المجهود. والحمد لله راه في مدينه بيورا كيبان لنا باللي راه المواطنين واعيين وعارفين بحق هذا الوباء هذا الفتاك. المحلات كلهم تقريبا مسدودين الا المحلات اللي فيهم التغذيه والمسائل الضروريه. وبالمناسبه احنا كمجلس جماعي بشراكه مع السلطه المحليه احنا ووزاره الصحه والمندوبيه ديال الصحه، اليوم قبل بدينا بتعقيم جميع المحطات والمرافق العموميه. اليوم ان شاء الله بدينا بتعقيم الجامعه الترابيه، والان اللجنه والموظفين غاديين باش نعقموا الادارات العموميه ديال المدينه. واخيرا نختم بكلمه الا وهي نلتزموا بالبيوت، واطفال ورجال ونساء وشباب. وبهذا المناسبه كنبغي نشكر وبدون مجامله المواقع الالكترونيه الصحافه الوطنيه اللي كتقوم بواحد الدور مهم جدا في توعيه المواطنين. والسلام عليكم ورحمه الله.